السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا لاباس الصحراوي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحه جيده. كنعتذر لكم على هذا الغياب الطويل، ولكن ان شاء الله جينا وجبنا معنا الجديد كيف ما كنقولوا، ما جيناش بيدينا خاويين. دونك يعني تبارك الله دخل الجديد بزاف، عطى الله ما يتشاف، عطى الله ما ان شاء الله ما يتشرع، عطى الله بزاف الحوايج يعني زوينين دخلوا المحل. ولكن ما بين الحوايج اللي دخلوا لي طابي كويزين، دونك لي طابي كويزين الناس باغيين شي حاجه جديده، شي حاجه يعني مبادله على كلشي اللي شافوه اللي خداو. يعني كاين بعض المرات السيدات كيجي يقول لك اودي راه الزواقات خديتهم ما بقيتش كنبدل فيهم، صافي تعرفتهم كاملين. دابا جا واحد الموديل يعني رائع جدا، انا غنحاول ما نهضرش بزاف باش نوريه لكم مباشره، حيت تبارك الله الله ما يتشاف فيه. دونك راه ما شاء الله تحط فيه واحد ستوك كثير، راه هذا الشيء اللي تحط يعني هنايا في المحل ما هو الا قليل من القليل من القليل داكشي اللي جا فيه. نحاول نوفر لكم واحد الكميه يعني محترمه جدا باش كاع السيدات يستافدوا منه، يعني الكليانات ديال المحل ديال الصحراوي بصفه خاصه، والكليون جداد سواء رجال سواء عيالات اللي غادي ان شاء الله تكون هذه سبب معرفه بيننا وبينهم. دونك هذا الموديل ديال طابيه غنحل لكم بعدا الموديل تشوفوه، بياسه واحده بعدا تشوفوها، تشوفوا لا كاليتي كيفاش دايره. حليها هي مدعفك هذيك، دونك حنا حاولنا نحلوا هذا الشيء يعني مباشره معكم، ما بغيناش نفوتكم هذه الفرصه وهذه المناسبه. دونك طابيه يعني واحد الجوده فيها راه رائعه ما شاء الله. دونك نحاول نشدها من زاويه اخرى. دونك ها هما لي طابي، هما هادو يعني ما شاء الله واحد لا كاليتي، وواحد واحد يعني واحد الطخوات ديال اللي فيهم يعني جميل. والاجمل ان هاد لي طابي يعني ماشي مشكل، لا تقدري تصبنيهم في لا ماشين بكل اريحيه وبكل يعني بكل ثقه وبكل امانه، يعني ما كاينش مشكل. هادو ماشي بلاستيك من تحت، هذا لافونتاج. افونتاج اخر غنبغي نقولو لكم اللي هو تا هو رائع جدا، عطيني واحد قرعه الماء ما دعفك، خلي لنا هذه، عطيني قرعه الماء. دونك هاد التجربه حاولنا نديروها معكم يعني مباشره باش نتوما انتوما تبقاو يعني تشوفوا هذا الشيء بالامانه وبكل اريحيه وبكل كلشي. دونك ها نتوما انا غنحاول نكب عليها الماء، دونك الشيء الماء فين هابط، يعني كيبان لكم الماء ها هو راه هابط، شوف الماء هابط. انا باش نحاول كون كانت عندي لي سباس نقدر نخوي كميه اكثر، ولكن مع المحل ما بغيتش. دونك ها نتوما شد معايا هكذا عماد، دونك لا هانت ها الطابيه ما فيها والو الله، يعني هادو يصبنوا في لا ماشين ما كاين في مشكل، زائد انهم امبيرميابل، زائد ان الزواقات كاملين تخوضي، يعني راه هاد ثلاث خاصيات ما غتلقايهمش في اي طابيه. دونك بالنسبه لهادو نحاول نقول لكم العبارات اللي فيهم، فيهم العبار 180، ركزوا معايا الله يخليكم. دونك عندنا العبار 180، عندنا العبار 2 متر، عندنا العبار 3 متر كذلك، يعني راه تبارك الله هاد ثلاثه الحوايج نورمالمون لي طابي كويزين كيتفرانوا في 2 متر، دونك 180 2 متر هو الماكسيموم ديالهم. هادو فكروا فينا الله يجزيهم بخير، دونك خدموا لينا طابي 3 متر، والناس اللي عندهم تبارك الله المساحه كبيره واللي عندهم كوزينات تبارك الله ما شاء الله يعني فيهم اتساع. دونك انا نوريكم زواقه اخرى، حليا عماد هاد الزواقه هادي. هادو انا درت لكم غير فيديو يعني غير دايز بالخفه هكا، عباش غادي نستفوهم وغادي نوريكم الزواقات كل وحده على حيده، يعني تشوفوهم بكل اريحيه. غير كنطلب من الناس اللي بغى هاد الشيء، عرفتوا هاد لي طابي تيكون عليهم واحد الاقبال كبير، شوفوا ما شاء الله على جماليه ديال الصوره كيفاش كتبان، ومباشره كيبانوا احسن بكثير من الصوره. دونك شوفوا ما شاء الله داك الشيء مستاف، مطيشه داك الشيء، العدس كل حاجه في بلاصتها، ياك عماد كل حاجه بلاصتها، داكشي ما شاء الله يعني طروات دي راه باينين. حل لي شي زواقه اخرى مازال، عطيني هادي زوينه، عطيني هذيك الزواقه. المهم الناس ديال الكري، الناس ديال المارون، الناس ديال الباج، الناس ديال الغوج، غتبرعوا ان شاء الله، عطى الله ما يتشاف وعطى الله ما تعزل الزواقات. ما شاء الله قلب اخويا دير لها بحال ماكا سامارش، يعني شوفوا الزواقه تبارك الله كيفاش دايره ما شاء الله. الناس اللي عندهم الكري، اللي عندهم الابيض، اللي عندهم هاد بحال العود لي فيبوا، يعني هاد اللوين راه يجيكم رائع في لا كويزين.
ويعني راه بزاف زواقات ما جيت نحل كلشي غادي ندير فيديو طويل. دونك داكشي علاش انا قلت لكم غندير غير شي حاجه خفيفه باش نوريكم غير الموديلات. دونك هادو متر 80، كاين 2 متر كيف قلنا، كاين 3 متر حتى هما فيهم زواقات كوزينه، فيهم زواقات ديال الكولوار. انا غنحاول شي واحد نحل لكم شي وحده قريبه زواقات كولوار. اعطيني هاد، انا معشق هاد اللون ديال الباج. اعطيني ها عماد هادي، عطيني اخويا حل لي هادي 3 متر صامرش. هانتوما الناس ديال الكولوار اللي كيبغيو كولوار 3 متر على 80. دونك راه هما الزواقات يعني راه جاو فيهم، راه فيهم بزاف الاشكال وبزاف الالوان، كل لون فيه 4 زواقات، كاين الكري، كاين الباج، كاين الغوز، كاين واحد البلوسيال حتى هو زوين بحال هذا الشكل هكا بحال هذا حتى هو. المهم عطا الله تبارك الله اللوينات وعطا الله الشكيلات. سارعوا قبل نفاد الكميه، يعني راه هذا الشيء ما شاء الله راه كيطير. احنا ما جينا نحطوا السلعه يعني تباعوا فيهم واحد الكونتيتي، يعني ما كناش معولين عليها والله، حيت كنحلوا السلعه كونسيدونس جاو شي عيالات غير بالصدفه، حتى هما لقاونا كنسفوا فيها خداو منهم شي بركه، ومازال ان شاء الله كاين الخير القدام. دونك هادو بالنسبه لطابي كويزين، هادو غنحط لكم الصور ديالهم وغادي نستفوهم يعني واحد السيفه رائعه حتى باش ملي تجيو المحل يسهل عليكم تشوفوا الزواقات، يسهل عليكم تشوفوا. دونك هادو متوفرين من المحل من اليوم، غدا ان شاء الله راه ما كنخدموش، دونك السبت تجيو مرحبا بكم فيما كنتو، راه غتلقاو شكيلات، غتلقاو موديلات، غتلقاو الزواقات، غتلقاو بزاف د الحوايج. دونك هادو بالنسبه لطابي كويزين. عباش كاينين جاونا عاوتاني لي طابي سال دو بان، كاين هادو موديلات ديال تركيا، يعني هادو الغنيه عن التعريف، راه هما فيهم موديلات فيهم تقريبا الالوان يعني بزاف اللوينات فيهم، فيهم بيستاش، فيهم الزراق، فيهم الباج، فيهم طلال الالوان والاشكال اللي فيهم، يعني هما كنحاولوا ندوزو لكم اللوينات، يعني هادو هما غنعلقوهم غتشوفوا اللوينات كاملين. ورنا الموديل الجديد اللي جا عماد في طابي سال دو بان، هاد اللوين عطيناك اللوين زوين، يلا سير الله. ها نتوما الناس اللي ما كيبغيوش يعني ما كيبغيوش قوه الطابيات في الحمام، هادو كيتباعوا دو بياس، طابي كبيره دونك هاهي طابيه كبيره واللور ديالها طابي صغيره، يعني الناس اللي ما كيبغيوش بزاف يعني بزاف لي بياس في الحمام، تيقول بغيت غير بياسه ولا جوج بركه عليا، ولا تيكون عنده كرسي كاري يعني كيبغي يخليه في داك المنظر ديالو والديكوراج ديال الخارجي الاخرين، تيقول بغيت نخليه في الديكور ديالو كيبان ليا، بغيت غير دو بياس ولا حمام ديال الضيوف ولا يعني ديال الكوتيديان تيكون فيه طابيات باش يحافظ لينا باش ما يتسربش لنا الماء بزاف د الحوايج، وحمام ديال الضيوف تيقول لك بغيت فيه غير بياسه ولا جوج بارك عليا. دونك هادو راه يصلح ليكم، ها هما اللوينات ديالو، دونك هما راه فيه شي الوان ما شاء الله، الوان رائعه جدا. وريني يا عماد هانتوما، عطا الله تبارك الله ما يتشاف، عطا الله جديد، احنا كنغبروا ما تنجيوش بيدينا خاوين، هذا هو لافونتاج. وبالمناسبة كنشكر كاع الناس اللي كيصيفطوا لنا لي ميساج وكيتواصلوا معنا وكيكومونديو عندنا، يعني الحمد لله الصحراوي راه باقي خدام، راه معمر حبس، غير راه هاد المسألة ديال لي لايف حنا إن شاء الله نحاولوا نخدموا عليها أكثر وأكثر، والفيديوهات باش نبقاو ديما نبارطاجيو معاكم تكونوا على عين بالجديد. هانتوما الألوان راه ما شاء الله رائعة وزاهية. هادشي يعني لا نوفيل اغيفاج اللي جا اليوم للمحل، دونك هادشي وريتو ليكم، المهم هادشي تنعاودو نصفو. اضافه على هادشي راه كاينين لي طابي الاخرين اللي كانوا عندنا قبل، لي طابي بحال هادو، يعني طابي هاد لي طابي راه ديجا كاينين باقيين عندنا، عندنا هاد لي طابي اللي كنا دوينا ليكم عليهم ديك المره كيتصبنوا في لا ماشين وفي جافيل، حتى هما راه باقيين فيهم اللوينات، هادو غنحاول ندير لكم فيديو عليهم بوحدو، حيت هادو خصهم يتهضر عليهم بوحدهم صراحه على الامتيازات اللي فيهم، خصنا نهضروا عليهم بوحدهم، المهم راه فيهم حتى هما اللوينات. اضافه على لي طابي ديال لونطخي، دونك هادو راه فيهم اللوينات ديالهم، كاين الماغون، كاين الكغي، كاين هاد الغوج، وريني شي وحده حمراء عماد، دونك هاد الغوج هادو، وفيهم لي طاي، فيهم الصغار، فيهم الكبار، كاين هاد طابي بروس هما، شي حاجة كيبغي شي واحد شي حاجة غليظة متشينة، دونك هادو طابي بروس كيسموه طابي بروس، باش لي طابي هكا قدام الحمام على برا، شي قدام المراح، قدام البيت، يعني تا هما راه كاينين. دونك هادو ولي طابي نورمال ديال لاكويزين راه ديجا باقيين تا هما عندنا، ولي هما هادو. راه هما فيهم اشكال وانواع، غير ما عنديش كيفاش نصور لكم كلشي. المهم اللي جا المحل راه يبان ليه تبارك الله السلعه كامله كاينه كامله مكموله، وما نطولش عليكم ومرحبا بكم مره اخرى، واللي بغى شي حاجه نمره الواتساب نخليها لكم تواصلوا معايا مرحبا بكم، واللي عرف المحل راه مرحبا على الراس من الفوق، اللي ما عرفش المحل دونك نقول لكم الصحراوي راه متواجد في سوق القريعه بلوك او اف الرقم 208،
من اي مدخل دخلتوا المدخل الاول الثاني الثالث سولوا على المحل الصحراوي مع وليداتو راه يجيبوكم ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى المحل ومرحبا بكم فيما كنتو.